وسط مدينة الدار البيضاء لا تزال أشغال إنجاز المسرح الكبير مستمرة. هو مشروع سيساهم في التنمية الثقافية للمدينة بتشجيعه للفن والفنانين المغاربة. كازا آرت سيشيد على مساحة 24 ألف متر مربع، أما نسبة تقدم أشغاله فقد بلغت 45%. ما يخص الجيني سيفيل البنية فتقريبا رحنا ما يفوق 80%، وآخر تغطية ديال القاعة الرئيسية عادي تتم إن شاء الله في الأخر ديال هذا الشهر. فيما يخص الشركات الأخرى فهي تشتغل الآن، كاين أكثر من 50 متدخل في الورش، وبحيثنا فوق 800 عامل الآن في هذا الورش والأشغال مستمرة. وسيضم المسرح قاعة للعروض الفنية تصل قدرتها الاستيعابية إلى 1800 مقعد، كما سيضم أيضا قاعة للعروض المسرحية تحتوي على 600 مقعد، فضلا عن قاعة للموسيقى الحديثة تتسع ل 300 شخص، بالإضافة إلى فضاءات تجارية وفضاء خارجي سيخصص للمهرجانات. إلى حدود الآن تم وضع 80% من البنى التحتية للمشروع، على أن تنطلق المراحل الأخرى في الأشهر المقبلة. لحد الآن جميع الشركات بدأوا الأشغال ديالهم، بما فيهم شركات الكهرباء، شركة البلومبري كليماتيزاسيون، شركة السباغة، حتى شركة ديال سينوغراف تاع المسرح، ديال الأجهزة ديال المسرح بدأت الأشغال ديالها. وبالنسبه لي بلان وصلنا في لي سانتيز، سالينا لي سانتيز، دونك تقدمنا مزيان في لي سانتيز، والحمد لله لافونسمون دو الشونتي غادي مزيان جوسكا لانستو. بنهاية سنة 2017 سيكون المسرح جاهزا لاستقبال البيضاويين، مسرح هو في عداد المعالم الهندسية والحضارية التي ستجعل من البيضاء عاصمة إفريقية للثقافة والفنون.